شكلها أما اتصل بالشرطة بعد قد إيه من اكتشاف أجزاء الوقوع؟ معينة اللي تم تسويتها يا فندم، اللي هي إيه؟ ما أعرفش. ما تمش قطع لسه. قطع لحمة من طب جسم بالنسبة الطفل للرأس؟ كلته. دلوقتي خلال التحقيقات بتاعت النيابة، بعد ما سالتها طبعا الراس، النيابة العامة واجهت المتهمة بوالد المجني عليه خلال التحقيقات ولا لا؟ واجهت مين؟ واجه النيابة العامة خلال التحقيقات واجهت المتهمة بوالد المجني عليه؟ لا طبعا ما تواجهوش لسه لغايه دلوقتي. لسه ما فيش اي مواجهة. لكن هيبقى في مواجهة؟ اكيد طبعا التحقيقات هتاخد مجراها طب النهائي. هل تم التوجه للعم، لان تسلسل الكلام من العم ان هو دخل سأل على سعد، طب نعم فين سعد؟ طبيعي لما انا بسال حد قريبي فين ابنك بيلعب مبدئيا ممكن اصدق. ليه هو حس ان سعد ممكن يكون مأذي لدرجه ان انا ادخل ادور عليه وادور في هو ده دماغي؟ السؤال مهم جدا انا بسأله يعني لنفسي. هو اكيد هو حاسس ان في خطورة ما على سعد. وصلوا الاحساس منين يا فندم؟ وصلوا ما اعرفش وصلوا فين، بس طب اكيد المتهم، وصلوا، وصل اخوها، وصلوا امها، قالوا عليها على حد قوله بيقول، عشان هم ما طلعوش من اليوم كامل؟ اليوم كامل. وبعدين للاسف هي مش قتلته يوم الخميس، قتلته امتى يا فندم؟ هي قتلته يوم الاربع بعد العشاء. الاربع بعد العشاء قبل اكتشاف الوقع بيوم. طب طبيعي ان الام والاخ اللي اخوها يقعدوا يوم كامل او اكتر من مش يوم طبيعي طبعا، ان هم ما يشوفوهاش؟ في خلل طبعا، في خلل. اذا ما فيش ترابط اسري بينهم يا مفيش فندم؟ طبعا مفيش، بدليل طيب ان هم كانوا مختلفين عن المتهمه المرض. صامت، المتهمه صامت عمها على انه ما بلغش الشرطه وقت ما عرفت ان هو لا اتقتل؟ هو ما حدش قال كده، ما قالش كده. ما فيش، طيب ما هو وردنيش بلغ كده. انا الشرطه فتح، بعد قد ايه من اكتشاف الوقت؟ هو بلغ الشرطه وهو واقف على الجردل. وكان متواجدين على الفور. طبعا احنا بنشكرهم. طبعا مشكور. رد فعل والدتها كانت ايه؟ ما حدش قال رد فعل والدتها، هي اتصدمت. والدتها مش كانت عمها واخد والدتها ورايحين البيت؟ بس بيقولوا اللي دخل عمها، يعني والدتها واخوها ما وقفوا فاضلين بره الباب، طب لا، فضلوا بره لما البيت يعني. واجهوها يا فندم في وقتها، اللي واجهوها اتصدق، فين؟ اللي دور واللي وصل عمها. لما واجهوها يا فندم طبيعي ان هي تنهار، تحاول، عملت ايه لا يعني؟ على حد قولهم جميعا بيقولوا عادي، يعني قالت انا قتلت. بتتكلم عادي بطريقه عاديه خالص؟ للاسف الشديد بدات تسرد لهم ازاي؟ هو الخطير والعجيب في الموضوع ده ان هي بتسرد. ممتازين قوي. عايزين جدا سؤال مهم جدا يا فندم، جدا. الاسلحه والادوات، الاسلحه والادوات اللي استخدمتها لقتل ابنها الخشبه والسكين والفاس، والشاطور. والفاس هي الخشبه دي عباره عن ايد فاس على حد قول المتهم. ايد انت مش عارفه ايد فاس؟ الايد الفاس، مش عارفه احنا ايد بنمسك. الفاس مش الحديده لا بتاعت على الفلفل، ايد الخشب. الفاس يعني ايد الخشبه اللي هي في الاخر دي. تمام. يعني خبطته طيب الاول 3 مرات. معلش. 3 مرات لحد ما مات، بدات تقطع للاسف يا ريته مات. هي على حد قولها بتقول كان لسه في الروح. يا لهوي. طب في سؤال يا لهوي خالص، انا بعتذر يا فندم، بعتذر، بس الناس كلها تسال السؤال يا ده. لهوي خالص. يتوسل اليها ولا ارحميني او ما اي انت حاجه؟ كده بتتعبيني انا والله معلش ما مالك. بس ما انا مش عارف برضك. السؤال ما مهم جدا يا فندم، السؤال ده احنا كلنا سالناه في انفسنا وبندعي ربنا ان هو السؤال ما ده يكون. مهم بس هي قالت انا خبطته وهو موجود واقف قدامي. يبقى قال ايه؟ 3 مرات. يبقى قال ايه يعني؟ اكيد استنج يعني. طيب قال ايه بقى؟ ما حضرتك قال لها ايه؟ قلبك الكلمات مش اللي قادر قالها يتحمل الطفل؟ يا فندم لا ما حدش قال. الكلمات اللي قالها الطفل، ما حدش عارف قال ايه. الكلمات اللي ما قالها حدش الطفل، والله انا محدش ما يعرف. اعرف قال ايه. بس طب شوف كان بيعيط؟ طب كان السؤال ده اتسألها يا فندم؟ واحد بتذبح، مش عيل طفل بتذبح. طب احنا عارفين ان حضرتك متأثر جدا، حسبي ان الله ونعم قضية الوكيل. كبيرة جدا وقوية جدا وصعبة علينا نتحملها. احنا طب بنعتذر لك انا يا فندم اعمل لكن ايه؟ اوكي تفاصيلها صعبة، ولكن اكيد السؤال ده اتسأل لها. هل هي جاوبت عليه وقالت فعلا ان هو بدأ يترجاه وشافته بتعذب ما قدامها؟ قالتش كده، قالت انا خبطته وقع، وقع على الارض ودمه سال، بس وكان في الروح، وانا اخدته وشدته على الحمام وذبحته يا حبيبي وسلخته يا حبيبي، وقطعته وفصلت عظمه عن جسمه. اقول لك حاجات كتيره كده توجعك وتوجع الناس. ليه؟ يعني الناس الولد اتشفى من عظمه ومن لحمه واتطبخ واتاكل منه جزء وراسه اتسلخ اتشفى. اتشفى ده سبب ان الجيران لما دخلت شافته قالوا احنا كنا حاسين ان احنا بنشوف لحمه اضحيه قدامنا. ايوه طب متشفى، متشفى. ليه كل ده؟ والعظم كان فين يا ليه؟ فندم؟ دفنته؟ ليه لا بتعمل فيه كان كل موجود ده؟ في الجردل. حسبي يعني الله ليه ونعم بتعمل الوكيل. فيه كل ده يا فندم؟ حسبي عشان احنا الله في اخر ونعم الزمان بقى خلاص. الوكيل. لا يعني معلش هنختم مع ما فيش حضرتك اصل ليه دي، ما حد مش يعني فيه لسه ليه، بعدين خير الاجابه. ما فيش دافع. حتى لو هتنتقم من الاب يا بنتي هتقتله، ما تقتل الاب والاب يقتل طب الام. قالت عملت كده ليه؟ انا عايز تريح وتستريح.